إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لا. وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئاً. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئاً. النتائج والثمار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى. منها: إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. أن يحبك الناس، أن يحبك من حولك. إذا أحبك الله منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقاً، والذي لم يؤت الحكمة يجعل من الصديق عدواً. يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة، والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله أن تؤتى الحكمة. إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة. السكينة حالة من الرضا، من السعادة، من التفاؤل، من القوة، من الثقة بالنفس، من سداد الرأي، من صحة الرؤية. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. سعد بها أهل الكهف وهم بالكهف، وشقي بفقدها من كان في القصور. سعد بالسكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. هذه السكينة سعد بها سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. هذه السكينة سعد بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار. والإنسان قد يؤتى مالاً وفيراً، وصحةً، وقوةً، وذكاءً، ولا يؤتى الحكمة، فهو أشقى الأشقياء. لذلك قيل: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان، هي ثمرة من ثمار محبة الله. يعني إذا أحبك الله شيء لا يتصور. أن يحبك خالق السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء، الذي بيده من هم فوقك ومن هم تحتك ومن هم حولك، الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك، الذي بيده حياتك أو موتك ورزقك. لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وإذا فاتته معرفة الله فاته كل شيء. من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا. ترضى أنت، ترضى عن وجودك، وترضى عن وضعك، وترضى عن دخلك، وترضى عن أهلك وأولادك. الرضا أحد أسباب السعادة. فالمؤمن راضي: والله الذي لا إله إلا هو، لو شققت على صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفته. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لكن بعضهم قال: ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر
من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك الرضا، منحك السكينة، منحك الحكمة، منحك نعمة عزت على معظم الناس، منحك نعمة الأمن. نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن. قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. الآن في عندنا أزمات قلبية سببها الخوف من أزمات القلب، تأتيني بأزمة. نعم، لذلك حينما ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة طبع منه 5 ملايين نسخة، هناك قلق في العالم سببه البعد عن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني مرة كطرفة طالب من طلاب التعليم الثانوي وجهت الطلاب إلى الخوف من الله، أم قال لي واحد، قال لي أنا ما بخاف من الله بحمق يعني، قلت له أنت بالذات معك حق، قام انزعج قال لماذا؟ قلت له الفلاح بياخذ معه ابن عمره 2 سنين على الحصيدة، بيمشي جنب الابن ثعبان طوله 12 متر ما بيخاف منه، إنه إدراك ما في، خوف ما في. أما طفل صغير عمره 1 سنة ما بيخاف، لعدم الإدراك لا يخاف. فكل إنسان لا يخاف من الله أحمق، غبي، ضيق الأفق، قصير النظر. رأس الحكمة مخافة الله. يا عائشة تمرة اشتهاها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، بلغ يا محمد، أنت سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، صفوته من أنبيائه، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي الفصاحة، أوتي البيان، أوتي الرحمة، هو نفسه. قل لهم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. علامة إيمانك أنك تخاف من الله. بل رأس الحكمة مخافة الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اضطرب، بيخاف. لذلك ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل جاثم على صدره. وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الله فأمسكوا. قال لك واحد من شأن الله ترجاك رجاء حار، إذا أنت مؤمن وقف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيها الإخوة، لكن هناك من يقول إنه كيف نوفق بين هذه الآية وبين آية ثانية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين الآية موضع درسنا اليوم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال العلماء لا سمح الله ولا قدر، أنت حينما تكون مقصراً في أداء الحقوق أو في أداء العبادات أو مقصر في الطاعات أو في عليك حق أو في عليك واجب ما أديته، أنت حينما تكون بهذه الحالة يجب أن تخاف من الله خوفاً شديداً،
سيدنا عمر يمشي في الطريق رأى أطفالاً يلعبون، فلما رأوه لشدة هيبته تفرحوا، إلا واحداً منهم لفت نظره قال له: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الطفل رسم منهج أمه. يعني أنت بمنصب حساس، إذا جاءك المذنب مطمئن فعملك في خلل كبير، وإن جاءك البريء خائف فعملك في خلل كبير. ينبغي أن يأتيك يا صاحب المنصب المذنب مرتعد القلب، وينبغي أن يأتيك البريء مطمئن، لا العكس. قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. مرة ثانية: أخواننا الكرام، لا يخاف أحدكم إلا ذنبه فقط، ولا يرجون إلا ربه، كل شيء بيد الله. لا تخف إلا من ذنبك الذي يستوجب العقاب من الله. بيقول لك في نقص أمطار، في شح، في جفاف، في فقر، أهل الدنيا يرسمون لك مستقبلاً أسوداً، لكن المؤمنين لا يعبؤون بكل هذه التشاؤمات وهذه الإيحاءات. مؤمن ما دمت مع الله فالله معك. أوضح آية بهالمعنى سيدنا هود، فقال: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني إذا أنت أمام وحوش كاسرة مخيفة مفترسة فتاكة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية وحكيمة ورحيمة، هل تخاف منها؟ أبداً. أنا أخاف منها إذا قصرت مع ربي، فإذا قصرت مع ربي أرخى لأحدها الزمام فوصلت إلي. يجب أن تخاف من الله. متى؟ إذا أذنبت. إذا أذنبت خوفك طبيعي، خوفك طبيعي وحالة سوية، وإن لم تخاف ففي غباء وفي حمق وفي جهل كبير. رأس الحكمة مخافة الله. يعني بتحبوا أعطيكم صورة مشرقة لراعي امتحن سيدنا عبد الله بن عمر، قال له: بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: ليست لي. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، وضع يده على جوهر الدين. أنت إذا قلت أين الله فأنت مؤمن ورب الكعبة. واللي عنده أشرطة ومحاضرات وكمبيوترات وفضائيات وعنده اطلاعات وما له مستقيم، والله ما وضع يده على الدين إطلاقا. أنت دين إذا قلت أين الله. إذا الإنسان إذا قصر في عبادة، في طاعة، في واجب وذكر الله، ينبغي أن يضطرب. أما إذا كان مستقيماً وبذل أقصى جهده ليكون مستقيماً، تنطبق عليه الآية الثانية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جمع النموذجان في آية واحدة. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والوضع الطبيعي أنك تخاف إذا أخطأت وتطمئن إذا أحسنت، تخاف إذا أخطأت وتطمئن إذا أحسنت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، الصفة الثانية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. الله له آيات كونية، وله آيات تكوينية، وله آيات قرآنية. آياته الكونية خلقه، وآياته التكوينية أفعاله، وآياته القرآنية كلامه. يعني غرق الباخرة تيتانيك لأنه في نشرة صناعتها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة، فغرقت في أول رحلة. وأكابر الأوروبيين، الطبقة المخملية، كبار الأغنياء كانوا على متنها، قدروا حلي النساء بالمليارات وغرقت في أول رحلة. غرقوا هذه الباخرة من أفعال الله التكوينية. فالله عز وجل نعرفه بأفعاله، وانتصار الضعاف العزل 10,000 أمام أكبر جيش بالمنطقة أيضاً هذا من أفعاله التكوينية. يعني كل ما يحدث من فعل الله، أيام في حدث إيجابي يشف عن عظمة الله، وفي حدث سلبي يشف عن عظمة الله. أيها الإخوة، آياته التكوينية أفعاله، آياته الكونية خلقه، الشمس، القمر، النجوم، البحار، الأنهار، الأسماك، الأطيار، الفواكه، الخضروات، جسمك، ألم نجعل له عينين، شعرك، أنفك، نطقك، كلامك، عضلاتك، قلبك، رئتيك، كل شيء في الكون يدل على الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص. أنت مؤمن بالله، لكن سمعت شيء دقيق جداً من خلق الله ازددت إيمان، سمعت شيء آخر، فكلما فكرت في آية كونية أو تكوينية أو قرآنية وكلما ازدادت معرفتك بخلق الله ازددت إيماناً بالله. لذلك قال تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. إذاً الإيمان يزيد. وإذا أردنا أن نفصل، إذا الإيمان يقينيات فهو ثابت ويزيد، وإذا الإيمان اتصال بالله فالاتصال يزداد وينقص. إيمانك يزداد بالحقائق وينقص بالبعد عن الله، يضعف إيمانك. فالإيمان يزداد وينقص. وفي بعض الأحاديث جددوا إيمانكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جداً، هو أنه في دائرة أنا أسميها دائرة المحسوسات. يعني في شيء تراه بعينك، شيء تلمسه بيديك، شيء تشم رائحته، شيء تتذوقه بلسانك، كل شيء متعلق بالحواس الخمس أو باستطالات الحواس الخمس
هذا يقع في دائرة المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس. ونحن وغير الإنسان في هذا الموضوع سواء. يعني أيام دابة ترى حفرة أمام تقف، الشمس غابت تعود إلى حضيرتها، في معرفة حتى عند الحيوانات حسية، هذه لا تعنينا الآن، بس هي دائرة. الحسيات أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها الميكروسكوب والتلسكوب. أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها. أما الدائرة الثانية دائرة المعقولات. المعقولات شيء غابت عينه وبقيت آثاره. يعني أنت وراء حائط رأيت دخان في أعلى الحائط، قلت لا دخان بلا نار، أنت لم ترى النار لكن رأيت آثار النار. ما دامت النار قد غابت عنك وبقيت آثارها، أداة اليقين بهذه الظاهرة العقل. العقل يحكم بوجود نار وراء الحائط لأنك رأيت آثارها، لكن إذا جئت إلى وراء الحائط رأيت النار بأم عينك، نقول هذا عين اليقين. فإذا اقتربت من النار ولفحك وهجها فأنت في حق اليقين، في يقين استدلالي بعقلك لا دخان بلا نار، وفي عين اليقين رأيتها بعينك، وفي يقين أبلغ من ذلك اقتربت منها فلفحك وهجها، فأنت بين علم اليقين الاستدلالي وبين عين اليقين الشهودي وبين حق اليقين التفاعلي. إذن الإنسان كما ترون آيات الله، خلقه وأفعاله وكلامه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. أخواننا الكرام، في نص مهم جداً في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، الأمة الفتاة يعني الشابة، ولدت فتاة، بتقول الفتاة عن أمها أمها جاهلة، تكون أمها عاقلة ومؤمنة، تؤدي الصلوات الخمس، تعرف الله، تربي أبنائها، بنت درست في الجامعة، بتقول لك أمي دقة قديمة، ما بتفهم شيء. يعني لما إنسان بيتنكر لمن كان سبب وجوده ولمن رباه، هي من علامات قيام الساعة، أن يكون الولد غيظاً والمطر قيضاً، وأن يفيض اللئام فيضاً، وأن يغيظ الكرام غيظاً. أن تلد الأمة ربتها، يعني مين هذا؟ بيكون واحد متقدم سن، بيقول بيشتغل عنا، بيكون أبوه، وصارت هي بيشتغل عنا، استحى بأبوه. فلذلك أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة رؤوس الناس، وهؤلاء أيضاً يتطاولون في البنيان. كنت ببلد خليجي في أعلى بناء بالعالم 186 طابق، قال في برج أعلى عجيب،
كيف في أعلى برج؟ قال برج الذين فقدوا أعمالهم، لو وقفوا فوق بعضهم لكانوا أعلى من هذا البرج. نعم. أيها الإخوة، الآن الدائرة الأولى دائرة الحواس، الدائرة الحسية، أداة اليقين بالمحسوسات، الحواس الخمس واستطالاتها. الدائرة الثانية الدائرة العقلية، أداة اليقين بشيء غابت عينه وبقيت آثاره. يا ترى في مطر الآن؟ في. هل ترونها؟ لا، نسمع صوتها بالعقل. غابت عين الشيء عن أبصارنا، بقيت آثاره. هذا اختصاص العقل، شيء غابت عينه بقيت آثاره. وطبعاً أكبر اختصاص له الإيمان بالله، لأن ذات الله لا نراها، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. غابت ذاته العلية بقيت آثاره، والكون كله آثاره، الكون كله آثاره. هذه الدائرة الثانية. والدائرة الثالثة دائرة الإخباريات، شيء غابت عينه وآثاره، كل شيء غابت عينه وآثاره، لا في أثر ولا في عين. مثلا، هل تستطيع أن تقنعني بعقلك أن هناك جن؟ لا. ملائكة؟ لا. هي إخباريات الله أخبرنا به، أخبرنا بالملائكة، أخبرنا بالصراط، أخبرنا بيوم القيامة. فالقرآن طافح بالإخباريات، أو بشكل أو بآخر أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. للتقريب، أنت عندك بقالية وبحاجة إلى ميزان، واشتريت ميزان غالي جداً، الآن في موازين معهم 100 ذاكرة، عم تبيع زيتون تكبس 13، فأي كمية زيتون الميزان يضرب السعر بالغرامات يعطيك الثمن، ففي وزن دقيق مع زواكر مع شاشة مع وثيقة، بس هذا الميزان مصمم لبقالية من 5 غرامات ل 5 كيلو فقط، فحب واحد يزين سيارته بهالميزان، حطه على الأرض وبيجي فوقه قام معسه، بيقول هذا الميزان سيء؟ لا، أنت استخدمته لغير ما صنع له. أما السيارة شركة محترمة جداً، تفتح غطاء المحرك بتلاقي لوحة مكتوب وزنها 1358 كيلو. هذا الميزان يعجز عن وزن السيارة، لكن الشركة المصنعة للسيارة أخبرتك بوزنها. الحقيقة الدقيقة، أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الله به. هذه الدائرة الثالثة إخباريات، أخبرك عن يوم القيامة، عن الجن، عن الملائكة، عن الصراط، عن الحوض، أخبرك عن ذاته العلية، هذه كلها إخباريات. وأنا أنصح إخوتنا الدعاة ألا يتحدثوا بالإخباريات إطلاقاً مع من اهتز الإيمان بالله في قلوبهم وعقولهم، ما في طريق، لأنه يعطيك حجة قوية، هذا دليل، ما في دليل، الدليل إخباري. يعني أنت عند صديقك وفي خزانة إلى باب مغلق، وعاشرته 30 عاماً ما كذب في حياته كذبة واحدة، سألته ماذا في هذه الخزانة؟ قال لك حسابات قديمة مثلاً، خلاص، هذا الدليل إخباري. قيمة هذا الدليل من صدق المخبر، ومن أصدق من الله حديثاً. أخواننا الكرام، في تلميحات لطيفة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ في واحد من الأخوة الكرام
رأى هذا الشيء ولا واحد، وأنا ما رأيته، لكن الله يقول لك يجب أن تأخذ إخباري وكأنك رأيته. هذا الدائرة الثالثة، لا تناقش إنسان بالدائرة الثالثة إذا كان إيمانه ضعيف بالله، ابقى في الكون بأدلة علمية، ابقى في أحقية القرآن بأدلة الإعجاز، ابقى في أدلة النبي العدنان بسبب القرآن. يمكن أن تؤمن بالله وبرسوله وبكتابه بالعقل، وفي أدلة قاطعة. أما الإخباريات الأخرى هذه للمؤمنين، لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بفروع الشريعة، وخاطب الناس عامة بأصول الشريعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيء آخر يجب أن نفرق بين الكفر والمعصية. واحد لا يصلي عن تقصير، عن إهمال، بتطالبه بالصلاة بيقول لك الله يتوب علي، والله أنا مقصر، ادعي لي الله يعيني على الصلاة، هذا يقال له كافر؟ أوعك، هذا يقال له عاصي، كن أديب. أما واحد قال لك صلاة، شو أنا مجنون صلي؟ لمن بدي صلي؟ مثلا هذا كافر. إذا أنكر الإنسان فرضية الصلاة وأحقية الصلاة فهو كافر، أما إذا عبر عن تقصيره في أدائها فهو عاصٍ. على كل، في مجموعة قواعد أضعها بين أيديكم. ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ألم يحدثنا النبي عن إنسان ضلت عنه ناقته فأيقن بالموت المحقق فصار يبكي ويبكي، ثم أخذته سنة من النوم فلما استيقظ رأى الناقة أمامه، اختل توازنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. هذه كلمة الكفر، هل هو كافر؟ لا. لذلك قالوا ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، أي واحدة. الشيء الثاني، لا نكفر بالتعيين، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول فلان كافر، لا لا، قل من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، من اعتقد كذا فقد كفر. لا تكفر بالتعيين. وشيء آخر، لعل هذا الذي ظننته على ما تتوهم تاب الله عليه، وتاب هو إلى الله وعاد عن خطئه. فلا تنصب نفسك وصي على الناس، يعني بالتعبير الدارج انفوت بريشك، لا تنصب نفسك وصي على الناس. أيها الإخوة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. بتوكل على القوي والعليم والخبير والغني والمحب. نعم، لن يتوكل على الله إلا المؤمن، والمؤمن المستقيم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني يتصل بالله، والصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لا خير في دين لا صلاة فيه. الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينفق من وقته، من علمه، من ماله، من جاهه، من خبرته، ومما رزقناهم ينفقون. إلي قريب يعمل في الحلويات، دخل عنده إنسان غير مسلم من أقصى البلاد من الحسكة،
قال له بتعلمني صنع الجاتو؟ قال له تفضل. طبخ طبخة أمامه، كتب. قال له عمل طبخة ثانية أمامي. عمل طبخة أمامه، يقسم لي بالله لثلاثين عام يأتيه كل سنة مع هدية ثمينة. قال له الله أكرمني بسببك. المؤمن خير، ما بيضم بمعلومات، بيحب الناس جميعاً، وأحياناً تعمل عمل طيب مع إنسان غير مسلم بيحب الدين كله من أجلك، بيحب الإسلام من أجلك. لذلك المؤمن صفتان أساسيتان: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.